اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال. ناخد شويه طاقه ايجابيه وشويه اخبار حلوه، وكفايه بقى اخبار مش كويسه. اداره الغذاء والدواء العالميه يوم 24 مارس اقرت اول علاج للفيروس التاجي او فيروس كورونا، وسمحت للاطباء ان هم ممكن يقدروا يعالجوا المرضى بيه. علشان تعرفوا ايه هو العلاج وازاي وصلوا له ومين الاشخاص اللي ممكن يتبرعوا بيه ومين الاشخاص اللي ممكن ياخدوه، تابعوني وخليكم معايا في الحلقه دي. حاجة ما تنساش لايك الفيديو لو انت جديد معنا، اهلا وسهلا بيك. ما تنساش سبسكرايب في القناة وفعلوا علامة الجرس علشان توصلكم كل الفيديوز اللي انا بعملها اول باول، ولو عندكم اي سؤال او اي استفسار سيبهولي وانا هجاوبكم عليه. قبل ما تعرفوا مين الاشخاص اللي ممكن يتبرعوا بالعلاج ومين الاشخاص اللي ممكن ياخدوه، خلينا نفهم ايه هي فكرة العلاج. فكرة العلاج هي انهم بيسحبوا بلازما من الاشخاص اللي كان بالفعل عندهم فيروس كورونا وتم التعافي منه، لان البلازما دي بيبقى فيها اجسام مضادة لفيروس اللي هو اسمه سارس كوف 2، وهو ده المسؤول الاساسي عن وباء كورونا العالمي. وبالفعل لما سحبوا البلازما دي وحقنوها الاشخاص كانوا مرضى بكورونا، لقوا انه في نسب شفاء عالية جدا، وانه البلازما دي اثبتت نجاحها على مستوى كبير جدا. لكن الـ FDA او منظمة الغذاء والدواء العالمية حطت شروط للناس اللي ممكن تتبرع بالبلازما والناس اللي تقدر تاخد البلازما. يا ترى ايه هي الشروط؟ اول حاجة للناس اللي ممكن تتبرع بالبلازما، اول حاجة ان هو يكون مثبت بالتحليل ان هو تم اصابتهم بفيروس كورونا. تاني حاجة ان هو يكون مر على التعافي بتاعهم مش اقل من 14 يوم. تالت حاجة تكون تحاليلهم سلبية سواء بمسحة عشوائية او بالدم. رابع حاجة انه يحتوي دمهم على نسبة واضحة من الاجسام المضادة، يعني مش اي نسبة، لا لازم نسبة كويسة جدا من الاجسام المضادة علشان هي دي اللي هتنفع مع الناس المرضى واللي محتاجين العلاج. طيب نيجي لتاني نقطة، مين المرضى اللي ممكن يقدروا يستخدموا العلاج ده، لانه مش اي حد يقدر يستخدم العلاج. اول حاجة ان هو يكون مسبب معمليا اصابتهم بمرض كورونا. تاني حاجة ان هو تكون حالتهم حرجة زي مثلا ضيق في التنفس شديد، حتى ان سرعة التنفس بتوصل لاكتر من 30 في الدقيقة، او نسبة الاكسجين تكون اقل من 93%، او يبقى في اجتياح للرئة اعلى من 50% في اخر من 24 ل 48 ساعة. اما تالت شرط ان تكون بالفعل حياتهم مهددة، زي مثلا يكون عندهم فشل تنفسي او فشل اكتر من عضو او صدمة تسممية. وبالفعل فان يوم 24 مارس تم اعتماد هذا العلاج على مستوى العالم كله، وفي خلال فترة قريبة جدا ممكن يوصل لعدد كبير جدا جدا، وكل دولة تقدر تطبقه بالمعايير بتاعتها. وده برضو يدينا امل ويدينا طاقة ايجابية جدا انه مازال العلاج ممكن ومفيش اي حاجة مستحيلة. ده مش بس كده، حتى الان جميع الدول بتتصارع على لقاح لهذا المرض. يعني مش بس البلازما، البلازما دي اول حاجة تم اكتشافها، لكن ان شاء الله اللي جاي افضل، لان حاليا طول الوقت في تجارب، طول الوقت كل الدول بتتنافس علشان بسرعة يطلعوا لقاح لمرضى كورونا نظرا لعدد الوفيات العالية وعدد الاصابات العالية. وبالنسبة لمصادر كل الكلام اللي انا قلت لكم عليه هتلاقوه في اللينكات تحت الحلقة في الديسكريبشن. اتمنى اكون قدرت افيدكم في حلقة النهاردة وقدرت اقدم لكم معلومات مفيدة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك سبسكرايب، واهم حاجة شاركوا الفيديو مع غيركم علشان اكبر عدد منه يستفاد. واشوفكم على كل خير الحلقة الجاية ان شاء الله. باي باي.